إعلان تسنن من وين تتوقعون؟ توقعوا من وين؟ من العراق. بعد من وين؟ أريد الأخوة الحضور يشاركون. لا، من كازاخستان. ما شاء الله. محمد علي محمد عجل فرجهم والعن أداهم. الأخ باختيار من كازاخستان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياكم الله يا أخي الكريم، حدثنا عن قصة تشيعكم وكيف استننتم وتسننتم بسنة رسول الله صلى الله عليه وآله. أولا أنا يعني لم أحسن بالعربية. نعم. ولكن 3 سنوات درست و يعني أنا كنت سنيا، درست في الأزهر في معهد. ما شاء الله. بعدما رجعت، يعني هذا من زمان 2010، رجعت إلى بلد وتقريبا سنة أحد أصدقائي الذين درسوا معي أرسلوا حديثا وأنا تعجبت جدا. نعم. يعني ما هو الحديث أخي الكريم؟ حديث عمر لعنه الله. نعم. الذي أتى بيت فاطمة الزهراء و صلوات الله عليها، قال أخرطها. الله أكبر. يعني فيما معناه أنا لم أتذكر. نعم واضح. وتعجبت وكان علي صعب أن يقبل هذا الحديث، وبدأت أبحث عن الشيعة، ليس الشيعة، يعني حقيقة هو فعل هذا أم لا. يعني كنت أبحث، وكلما بحثت يعني ما كان شك أنه فعل ما كثير فعل. ما نعم. ويوم من يوم من الأيام وجدت، يعني أنا كنت أشاهد فيديوهات في يوتيوب، ويوما ما اطلع علي فيديو شيخ ياسر الحبيب، وبعد ذلك أنا كل يوم يعني أشاهد. الله أكبر. نعم أخي. أنا عندنا يعني ما كان الأخبار الشيعة، يعني كان خالصا أنا ما كنت أبحث عن الشيعة، لا ما عرفت من هم. عندنا كان يعني قاعدة، كأنه قاعدة أن الشيعة هم يعني أرذل الناس، يعني لا ليس عندهم علم وليس أي عندهم أي شيء. يعني عندما أنا سمعت شيخ ياسر الحبيب أنا تعجبت، يعني فهمي عن الشيعة يعني يتقول إلى 63. الله. نعم واضح. بارك الله شيخ ياسر الحبيب. أنا يعني كنت أتعجب عجيبا، يعني عندما سمعت شيخ ياسر الحبيب أنا كأني وجدت ما بحثت. يعني الحمد لله أخي الكريم، كلامكم الشيق، وما شاء الله أنتم تجيدون اللغة العربية أكثر من كثير من العرب بالمناسبة، يعني لغتكم جيدة. ما شاء الله. ونحن نرحب بك أخي الكريم، وأنت أخ لنا في الدين، وهي أقوى الأخوة. هذه أقوى أخوة.
جزاكم الله. يعني أنا أريد أن أعرف الأخوة، الأخ طالب في الأزهر، يعني كان من طلبة الأزهر، وهو هكذا الذين يتشيعونهم فعلا الذين لديهم يعني شيء من العلم ومن أي نعم من الأكاديميين من العقلاء ولله الحمد. فجزاك الله خيرا أخي الكريم، أترككم الآن مع الشيخ الحبيب ليلقنكم الشهادات الإسلامية، تفضلوا شيخنا. جزاكم الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا أخانا الكريم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياكم الله وبياكم، بارك الله فيكم، أطال الله عمرنا على الإيمان والهدى وموالاة أوليائه الطاهرين ومعاداة أعدائهم الملاعين. آمين. على بركة الله تعالى، قل أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأنه لا شبيه له ولا نظير. وأنه لا شبيه له ولا نظير. جل جلاله. جل جلاله. أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن محمد رسول الله. وأنه خاتم الأنبياء والمرسلين. وأنه خاتم الأنبياء والمرسلين. وسيد الخلق أجمعين. وسيد الخلق أجمعين. ومبرأ من كل عيب وشين. ومبرأ بكل عيب وشين. صلى الله عليه وآله. صلى الله عليه وآله. أشهد أن أمير المؤمنين علي ولي الله. أشهد أن علي ولي الله. أشهد أن فاطمة الزهراء وأبناءها المعصومين حجج الله. أشهد أن فاطمة الزهراء وأبناء الله وأبناءها المعصومين حجج الله. حجج الله. صلوات الله عليهم. صلوات الله عليهم. أبرأ إلى الله. أبرأ إلى الله. من أبي بكر وعمر وعثمان. من أبي بكر وعمر وعثمان. وعائشة وحفصة. وعائشة وحفصة. وسائر أعداء أهل بيت رسول الله. وسائر أعداء أهل بيت رسول الله. أشهد أن أبا بكر وعمر وعثمان. أشهد أن أبا بكر وعمر وعثمان. وعائشة وحفصة. وعائشة وحفصة. في النار. في النار. صلوا على محمد وآله الأطهار. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه ولعن عذابه. هنيئاً لك أخانا الكريم، هنيئاً لك تصحيح إسلامك وركوبك سفينة النجاة، وأسأل الله تعالى أن يجمعك بمن تحب لسيد المرسلين وعترته الطيبة الطاهرة في الجنة إن شاء الله. آمين. جزاك الله خيرا يا أخي الكريم، وبصراحة أسعدتنا باتصالك ووصيتنا لك أن تفتتح مراكز شيعية في كازاخستان وتدعو إلى أهل البيت عليهم السلام في اللغة الكازاخستانية. أنا كنت من زمان أتصل ولكن كنت مضطرب، لأنه كأن يعني أنا أظن في كازاخستان لا يوجد شيعي، يعني لا يعرف أحد عن الشيعة، عن أهل بيت رسول، ليس الشيعة فقط، حتى لا يعرفون عن أهل بيت رسول الله. الله أكبر. هذا تقصيرنا يعني نحن الشيعة أخي، هذا تقصيرنا نحن الشيعة، قصرنا في أن نوصل يعني مظلومية أهل البيت عليهم السلام ودينهم إلى هؤلاء باللغة الكازاخستانية. فإن شاء الله أخي الكريم، الآن الله فتح عليكم هذا الباب واختاركم وتشيعتم لأهل البيت عليهم السلام،
فعلى يديكم إن شاء الله تفتتحوا مراكز ولابد أن تنزلوا للميدان فتتكلموا باللغة الكازاخستانية. والآن إن شاء الله الوسائل موجودة، يعني أي شخص الآن يقدر في وسائل التواصل الاجتماعي يبلغ الدين. فأنت إن شاء الله بما أنك من طلبة العلم في وكنت دارس في الأزهر إن شاء الله بدعواتك إن شاء الله تتكفلون بهذا وتفتتحون مراكز باللغة الكازاخستانية. هذا الأمل فيكم أخي الكريم. إن شاء الله. جزاكم الله خير. بارك الله خير. جزاكم الله خير.